جزاكم الله خيرا. إذا دخلت المسجد فلم أجد مكانا في الصف الأول وكنت منفردا، فهل أقف خلفهم أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا دخلت والصف قد اكتمل، حاول أن توجد لك فرجة فيه، فإن أمكن فادخل في الصف أو عن يمين الإمام إذا أمكن. فإذا لم يمكن لا فرجة في الصف ولا الدخول عن يمين الإمام، فإنك تنتظر حتى يدخل أحد فيصف معك، ولا تصف وحدك خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لفذ خلف الصف أو لفرد خلف الصف. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فالواجب أن تنتظر حتى يدخل من يصف معك.